عسلامة ريدا كويك فنان مغربي تونسي. بون بديت حكايت ريدا كويك الموزيكا متاعي من 4 سنين. كنت مغروم برشا بمايكل جاكسون. السبب في ذلك الوالد متاعي كان ديما يجيب لي كاسيت فيديو كنت ديما نتفرج عليهم. كنت مغروم زادا بالدونس متاعو ديما دونس وياد. بون كيف ال4 سنين ما كنتش انا نتحكم في روحي. كان الوالد مع القرايه واحد جيت دخلت نقرا واحد مشيت برشا حوايج. كبرت في الكانزون وليت نحس روحي نعمل حاجات نحبهم انا. وليت الموسيقى نسمع برشا اغاني نسمع برشا ستيل الموسيقى اللي نحبها انا. بعدين تعرفت على جروب راب وليت نخدم مع بعضنا وليت نخدم معهم شويه راب في 18 ans. دخلت نخدم نسجل وحدي سولو وغاب. بعتيلي كي لقيت راحتي معناتها وسي بون معناتها شديت دي الباركور متاعي. حبيت نعمل حاجه مش كالعاده معناتها مش كيما برشا عباد مش كيما اصحابي مش كيما. حبيت نجيب حاجه جديده. بون بديت بالاغان بي بديت بستيل اغان بي. بعتيلي سجلت انا ديجا عملت بفاتي غيب مع كوستا وفي الراب دومين الراب وكل شيء. ديجا شونتي عملت وانا وكوستا على الوالدين. بعتيلي عملت Why You Don't Love Me اللي هي ستيل R&B. بالنسبة لي انا كانت تجربة باهية برشا وعطيتني برشا حاجات بلوس زدتني. عملت لها كليب. من بعد ذاك خرجت حبيت نعمل ستيل اخر. بعد ما عملت ذاك حبيت انه يكون معناتها ريدا كويك ياسر سبيسيال مش ان بو سبيسيال. حبيت نعمل بيرسوناليتي بعيده برشا على كيما سي با كو ان رابور او بيان كو ان شانتور. حبيت نعمل ستيل ولوك وكل شيء جديد معناتها. بون بعتلي خدمت أغنية الهاوس نتاعي عملت تجربة في الستيل الكترو. دريار مو آخر برودوي خرجته خرجتها في تغوا. بون كان زادة تجربة أخرى ليا أنا تجربة جديدة ستيل جديد موزيكا وما فماش برشا في تونس بليتو ما سمعتش أنا شكون خرج هاوس في تونس. كانت تجربة ياسر باهية ليا أنا. بعتلي عملت بوز عندي 3 mois ما خرجت حتى شيء. عملت بوز كومبليتمون. حبيت نعمل ريتور حبيت نخلي اسباس شويه اسباس للي فان وينو ريدا وينو كويك وينو جديد وشبيه ما عادش يخرج حتى شيء. تصوريه فين اللوك نتاعو كل شيء معناتها حبيتهم يستناو شويه خاطر تري بيانتو مش نطلع بحاجات جدد ستيل جديد لوك جديد موسيقى جديده. برشا كيف يقولون برشا جوج بكلام الشارع بكلامنا احنا. بون برشا موزيكا وبرشا برشا 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 استناو جديد. بون على قريب باش نبدعكم تفرجوا على الابداع وان شاء الله تخي بيانتم.